السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. لو حضرتك مهتم بمجال الديكورات والدهانات وأعمال السيراميك أو الفيونس، تابع الفيديو ده معانا. ولو حضرتك مهتمة بنفس المجال وحابة تخدم دارك بنفسك، برضو تابع الفيديو ده معانا. ودلوقتي تعالوا نروح مع بعض نشوف مشاهد مصورة من داخل مدرسة الحكيم للتعليم والتكوين، ونرجع لحضراتكم بتفاصيل الخبر. نتكلم في خدمة السفرة من الصفر، من أول السطح أو الحائط اللي أنا هشتغل عليها. الحائط اللي أنا هشتغل عليها بتختلف من حيط لحيط. أنا لما أروح أعمل خدمة ممكن أروح ألاقي الحيط على الشمال، ممكن أروح ألاقيها مرطومة جبل زي كده وحاجة صحيحة، ممكن ألاقيها مرطومة جبل ولكن فيها مشاكل، فيها نفوات، فيها رطوبة، محتاجة تأشير. كل حالة من الحالات دي بتختلف طريقة الشغل بتاعها، يعني طريقة خدمتي لحائط الأسمنت غير طريقة خدمتي لحائط زي دي صحيحة، وغير طريقة خدمتي لحائط محتاجة تأشير أو فيها رطوبة. يعني هي مع الحوائط، لو أنا حطيت إيدي على الحائط لو لقيت فيه رملة يبقى كده محتاج إن أنا أجيب مكنسة أو حاجة، أو ممكن أستعمل برضو البادي بير ورق الصنفر، وأمشي على الحيط الأول أشيل الشوائب اللي في الحيط الزيادات، وفي نفس الوقت بالمكنسة أنظف الحيط كويس من الغبرة. لازم إن أنا أنظف الحيط من الغبرة ومن الرمل اللي على الحائط. بعدين أول حاجة ببدأ فيها البداية، أول حاجة ببدل الحيط فيكساتور، مش فيكساتور اللي هو المسدس، لا قد مش مثبت علشان الحيط تبدا تتماسك مع بعضيها وتبدا تستضمن لي السطح اللي انا هشتغل عليه. كيف من الممكن؟ مش ممكن تخدمها بسيمون كول والبلاك ديرها في سطح، ديرها في سطح قبل ما تخدمها بالبلاك وسيمون كول، ديرها في سطح مش تحكوا بعض. ديرها لون بيبع في سطح. كي تكملها؟ كيف تكملها هذيك؟ ديرها في سطح يدوي. في سطح قبل ما تبدا تخدم. زيد لي لوندوي فيني بونسي دي في سانتر. ما تنساش غير برنامج. هذه الحالة معايا لو بنخدم في بيت أو في دار في خدمة قديمة ومحتاجة تجديد، يعني خدمة التجديد. أنا لما أروح ألاقي الحوائط مخدومة قبل كده وعاوز أجددها. هنا في حالتين، الحالة الأولى لو الخدمة كلها عيانة وخدمة ما تصلحش هنحي كلش، هنحي السجن كلش وأرجع للأسمنت من الأول وأبدأ أعالج الحيط بالطرق اللي هنتكلم فيها بعد كده علشان أخدمها. أما لو الحيط صحيحة وفيها نفوهات بس فيها أماكن أنا محتاجة تتقشر، يبقى أنا هقشر الأماكن اللي الواضحة قدامي اللي عايزة تتلحق بالربليطة، وهبدأ أعالجها بالفكساتور والأندوين، وبعدين أعالج الحيط كلها وأخدمها برضه بالطريقة اللي أنا هشرحها بعد كده. احنا بنقول بس المراحل الاول، وبعد كده هنفصل كل مرحله هنشتغلها ازاي. لو التقشير عادي هقشر وما فيهوش رطوبه ولا حاجه، هقشر واعمل فيكساتور وانضوي واشتغل. طب لو في رطوبه بقى، لو التقشير لقيت فيه رطوبه، تقشير في حيط وراها الشارع او وراها منور بيصب في الشتاء والمطر وانا عندي رطوبه، او حائط وراها التواليت مشابه ماك وفيه رطوبه، في الحاله دي لازم اوقف مصدر الماء الرئيسي، اشوف المصدر بتاع الميه جاي منين واعالجه هو الاول. لو مش هتعمل.
نرحب بمتابعينا في كل مكان وخاصة من الجزائر، لأن موضوعنا اليوم يهم أكتر متابعينا من الجزائر. رجعنا لكم بعد ما شفنا مع بعض مشاهد مصورة من داخل مدرسة الحكيم للتعليم والتكوين. ده كان شرح نظري في أحدى الدورات التكوينية في مجال الدهانات والديكور، وبفضل الله تم تعاقدنا مع مدرسة الحكيم للتعليم والتكوين الكائنة بالجزائر العاصمة باب الزوار لعمل دورات تدريبية وتكوينية في مجال الدهانات والديكور وأعمال السيراميك أو الفاينس. المجال مفتوح للرجال والسيدات، لأنه بالخصوص السيدات في متوفر مكونة نسائية، وأعتقد أن ده أول مرة في الجزائر يتوفر عنصر نسائي أو مكونة نسائية لتعليم الفتيات التي ترغب في دخول هذا المجال. ده كان تصوير لمشاهد من شرح نظري وفي التكوين أو داخل المدرسة في شرح نظري وفي تطبيق عملي، وبإذن الله ممكن يبقى مفتوح المجال فيما بعد للمتابعين معانا إن هم يحضروا في الميدان لتعليم مباشر في الميدان، يعني يطبقوا اللي خدوه في الدورات التكوينية يطبقوه مباشرة في الميدان في بعض أعمالنا بعدين حسب الاتفاق وحسب التفاهم إن شاء الله بإذن الله. هنسيب لحضراتكم رقم الموبايل، ده هيبقى موجود في الفيديو، ده رقم موبايل المركز أو المدرسة، يعني اللي هيتصل هيتواصل مع المدرسة مباشرة لأي استفسار أو أي سؤال. ملحوظة أخيرة بس بالنسبة لموضوع الدهانات والديكور وأعمال السيراميك أو الفاينس، ده مجالنا إحنا أو تخصصنا، أما بالنسبة للمدرسة فهي متعددة الأنشطة ومتعددة المجالات. في مجالات بالنسبة للسيدات زي مجال الطبخ أو صناعة الحلويات، كمان المدرسة لها أنشطة في تعليم أعمال يدوية وأخرى، وبالنسبة للأطفال في تعليم للأطفال في مراحل سنية مختلفة، كمان المدرسة لها أنشطة تعليم بالنسبة لتعليم اللغات كلغة فرنسية أو أسباني أو لغة عربية أو إنجليش. فمجال المدرسة متعدد في أنشطة مختلفة، تقدروا تتصلوا إن شاء الله وتستفسر من المدرسة، واللي يهمه أي مجال من المجالات اللي قلناها يقدر يتواصل مع المدرسة مباشرة. وزي ما قلنا لحضراتكم الرقم هيبقى على الفيديو إن شاء الله، وهيبقى برضو الرقم بإذن الله في التعليقات، ممكن يكون في أول تعليق بإذن الله رقم المدرسة مباشرة. بنشكركم على متابعتكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.